ورحمة الله وبركاته. معاكم دعاء من كارفور المعادي. بصوا 599 جنيه اللي حاف القمر ده، 599 جنيه بدل 750 اللي في الكيس ده. ده بيقول لك لحاف زوجي في كرتونة. انا عايز اعرف في كرتونة ولا لا. ما هو انا ما تبقاش النفخة دي منفوخة من غير كرتونة، اكيد جوا كرتونة. المهم ان دوت ب 600 جنيه يا بنات، اشكاله كلها اهي، كل دي اشكاله. عايزين نشوف واحد مفروض. طيب مش لاقيه واحد مفروض. بصوا بقى، بصوا الكيس ده ملفوف الزف اللحف، حاجه كده سوفت ناعمه قوي. بكام يا قمر؟ ب 300 جنيه بدل 500 جنيه. ده بقى اللي مفروض. السيرفيس حلو كده والله. نعم حلو، ده هتدفي. بس بره غاليه. بره ممكن تكون غاليه بره، على حسب. ده حجم كبير. ده خامته يا بنات. عايز اعرف القماشه ايه، مش هقدر احددها. هو الوانه حلوه، في كروهات منه اهو. تمام، قلنا ب 300 جنيه، ده ب 300 جنيه. سيبك انت، بص لفه الشنطه، يعني لفه الشنطه حاجه كده محترمه. بص شكل الشنطه شبه الاسطوانه، الشنطه شبه الاسطوانه بالظبط، شكلها شيك جدا. انا بصراحه بتعجبني الفوط عندهم قوي، بس الاسعار بتبقى اوفر. بس برضو هوريها لكم، في ناس بتحب الاوفر. فنشوف كده الاسعار بتاعتهم. دي ب 150 جنيه. كام في كام يا دودو؟ 70 في 140. دي 70 في 140 ب 150 جنيه. فوط التواليت ابيض، 30 في 30 عامله 30 جنيه. 30 جنيه. دي البيضة، في منها كافيه وفي منها جراي وفي منها اللي متطرز ده، برضو ب 30 جنيه. بصوا التطريز بتاعها برضو ب 30 جنيه اهي، و 30 في 30. الله، في منها اهو لون سيمون وبرضو متطرز، كافيه متطرز، 30 في 30 ب 30 جنيه. بصوا تاخدوا مثلا دي معاها دي في التواليت، تحفه جميله قوي. سعرها بقى كام؟ القمر اللي انا بقول عليها دي، دي مقاسها 70 في 140، دي نص بشكير. 70 في 140 يا بنات، دي نص بشكير ب 190 جنيه. 190 جنيه بدل 100 و بدل كام؟ مش بدل حاجه. دي بالانجلش ودي بالعربي، ايه اللي انا فيه ده؟ 190 و190، نص بشكير ب 190. انا حابه برضو اشوف الدنيا في كارفور. الله حلوة قوي قوي قوي، الموف منها جميل، والجري والكحلي. بص الكحلي في التطريز باين قوي، باين جماله. دي مضلعة اهي، بس مش مكتوب عليها مقاس كام. دي عاملة 100 جنيه. هنعرف احنا مقاسها؟ لا، ده تولت، ده تولت صغير. دي عاملة 20 جنيه. دي عاملة 20 جنيه اهي، اللي هي البرتقاني دي. في منها كذا واحدة، في منها الجري وفي منها اللون دوت سلمنت او الاقوى زي ما انتوا بتسموه. دي كده الفوط اللي في كارفور. المطرز ده اللي عجبني قوي. بصوا الفوطه دي جامده قوي، شكلها جميل، بس انا مش معايا حد يفرد معايا بصراحه. بصوا الجمل متطرزه ازاي من هنا. بصوا فوق، يعني مش متطرزه، هو شغلها منه فيه من نفس الفوطه. حلوه قوي قوي قوي، دي شكلها جميل، بس مش عارفه سعرها كام، مش معاها، بس جميلة. بص الفوطة دي شفناها قبل كده عند حد من التجار اللي انا كنت بصور عنده، اكيد كلكم دلوقتي عارفين مين. 130 جنيه القمر دي، ب 130 جنيه بشكير حمام جاكار. ده مش بشكير عمره، ده انا عندي البشكير بشكير، ده عندي البشكير بسم الله ما شاء الله جلابية. ده بشكير ايه؟ ده بشكير نونو ب 130 جنيه. اجيب 130 جنيه. بصوا القمر دي ب 130 جنيه برضو، تحفه جميله دي زي اللي انا وريتها لكم. احب انا الفوطه اللي تبقى كلها شغل منها فيها كده. بصوا الغراز داخله في بعضيها كده، بس فوطه منها فيها. كل دي كده الفوط. ايه الدفايه اللي شبه الفرو دي يا بنات؟ جميله قوي، شبه الفرو. بصوا شبه الفرو ازاي، تحفه. عايزين نعرف سعر. طيب انت مرميه ليه يا حبيبتي في الارض لوحدك كده؟ تعالي يا ماما. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ الله، فروه من جوه ومن بره، جميله.
دي جميلة يا بنات، جميلة قوي، تحفة ما شاء الله. بس السعر كام طيب وفين؟ اين سعرك؟ بصوا القمر دي بقى تاخديها هدية لحد كده، واو جميلة. بصوا القمر اللي انا كنت بقول لكم سعرها كام، 279 جنيه، يعني قولوا 280 جنيه بدل 380 جنيه. اللي هي دي القمرية، دي الفرو بتاعها ده من جوه ومن بره بقت ب 280 جنيه. دي جميلة قوي، دي تدفي، دي تحطيها على السرير تدفي، تتغطي بيها تدفي. بصوا الخامة بصراحة سعرها حلو قوي، سعرها حلو. دي بصوا دي مقاسها 180 في 220، برضو ملفوفة اهي اللفة بتاعتها بقى، الوانها جميلة قوي، الوانها حلوة. دي مقاس كام بقى؟ دي اصغر شوية، دي 152 في 203، دي اطفال شوية. لا دي كبيرة، اللي باللفة السودة دي كبيرة، 180 في 220. دي بقى عاملة كام يا دودو؟ بصوا اللي انا بقول لكم عليها اطفال، دي عاملة 200 جنيه. انهي دعاء اللي عاملة 200 جنيه؟ اللي هي دي اللي بقول لكم مقاسها 152 في 203، دي عاملة 200 جنيه. عايزين نعرف سعر القمر دي، اللفة بتاعتها كبيرة وقلنا مقاس 180 في 200 وكام؟ في 240، عايزين نعرف سعرها. لا دي مكتوبة 180 في 220، التانية كانت 180 في 240، بس دي ب 230 جنيه. اللي هي دي برضو اللفة بتاعتها اسود بس مكتوب عليها المقاس 180 سنتي في 220، تعمل 230 جنيه. برضو عايزة اوصل للمقاس اللي هو 220، 240 في 180، مش عارفة السعر بتاعه فين، مش لاقي السعر بتاعه. بس في مقاس تالت 130 سنتي، ركزوا معايا، 130 سنتي في 180 سنتي ب 130 جنيه. اللي هي دي اهي 130 في 180، اللي هي الصغيرة دي، تخيلي دي سرير يعني اللهم صل على النبي، وش السرير بس بتاع اطفال، وش سرير متر كمان مش متر وعشرين. بصوا في هنا بطانية مضلع 220 في 180 سنتي، بطانية مضلع، هي عندنا احنا بنقول عليها دفاية، معرفش هما بيقولوا عليها بطانية ليه، يعني هي دفاية مش بطانية، ولا مسكوني كده، لا هي دفاية، هي تقيلة شوية بس مش بطانية، بس مش عارفة هما كاتبين بطانية ليه، وبطانية مضلع وب 380 جنيه، يمكن قصدهم دي اللي ظهرها فرن، هنعرف دلوقتي واحنا مع بعض في الفيديو. اه دي مضلع اهي، ويبقى هم قصدهم على دي، ام 380 جنيه. الدفايه دي عجباني قوي يا بنات، خامتها، خامتها فظيعه، خامتها فظيعه، وفي شكل كده فاتح كده لونه رايق، تحس ان انت يعني مش هتحطيه على السرير، تحس ان انت هتلبسيه، بس يا خساره مفيش واحده مفتوحه منها. بصوا الجمال، تحس انت كده هتلبسها روب، حلو قوي. دول اتنين في بعض؟ اه دول اتنين في بعض، بس ايه سعرهم؟ هنعرف دلوقتي. دي 220 في 240 المأموم، جميلة قوي دي، الخامة حتى بتاعتها وهي في الكيس أنا حساها، اه الخامة بتاعتهم حلوة قوي. بطانية قطيفة خفيفة 220 في 240، يبقى هي دي ال 370 جنيه، بس هما اتنين في بعض ولا هي واحدة؟ اه دي واحدة يا بنات اهي وملفوفة، أنا بحسبها اتنين من هنا، اتضح واحدة بس تقيلة، دي تقيلة، دي تقيلة ب 380 جنيه، جميلة قوي، ألوانها تحفة، ألوانها تحفة، ألوانها تحفة. اللي يشوفها يقول عليها دفاية، بس هي طلعت إيه؟ طلعت بطانية على كلامهم بقى، معرفش إحنا نستعملها إيه. بطانية برضو قطيفة سادة 180 سنتي في 240 ب 270 جنيه. دي قطيفة حلوة قوي، القطيفة بتاعتها جميلة، ده حلو قوي، حاجة بتقع ما شاء الله، حاجة جميلة بتقع. بصوا الأسود ده تحفة، الأسود أهي القماشة اللي أنا قلت لكم عليها، بس هنا بقى الفرداني، اه الفر، أنا هشوف مقاسها، لا ده المقاس بتاعها صغير قوي، 125 سنتي في 180، ده إيه ده يا جماعة؟ ده اتحط دي طول ولا عرض؟ أما سكان طول السرير 2 متر، وعرض السرير لو سرير أطفال يعني على الاقل قوي تجيبي متر ونص، مش 125 سنتي وب 170 جنيه، ليه ب 170 جنيه؟ آه 350 جنيه، 220 في 240،
ب 350، 220 في 240. طيب عشان بقول لكم الاسعار، وادي الدفايات، وادينا في كارفور، واهلا وسهلا بكم المتحدث الرسمي دعاء. ايوه فوربيد، انا بعشق فوربيد، عارفين يعني بعشق فوربيد، تحس كده انت نايمه على حاجه كده خاصه، يعني فوربيد فظيع في منتجاته. بس عرفونا سعر، عرفونا سعر اللي حاف ده ايه. قطيفة دي الاسعار، بصوا دي بطانيه طبقتين ب 1000 جنيه، 180. هم قصدهم على دي ولا قصدهم على ايه؟ انا مش عارفه فين بالظبط. ده الحاف، اللحاف القطيفه ده جميل قوي، واللحافات اللي تحت دي برضو كده جميله. المورد ده بصوا قمر 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 عرايسي خالص. بس الاسعار فين؟ في سعر اهو، الحاف زوجي كحلي، هو ده كحلي، نمشيه كحلي ب 780 جنيه، مشوه كحلي. ده ايه فوربيت؟ لا وجواه ايه؟ جواه كرتونه، عشان محدش بس يتغش، جواه كرتونه. ما هو مش هيحطهولك كده يعني وكله فايبر، لا جواه كرتونه عشان يتنفش. ده فوربيد ب 780 جنيه. 780 ايه يا دودو؟ قولوا 800 جنيه بالظبط، يعني ايه فرق على الجنيه؟ 800 جنيه. كده الاسعار بتاعت المفروشات يا بنات، دي اسعار كده المفروشات. تعالوا كده، تعالوا بقى بصوا الفوط، دي فوطة وجه 90 في 50 سنتي ب 34 جنيه، ب 34 جنيه دي ب 34 جنيه، كله يجري عليه. سعرها حلو وخامتها والله نفس اللي كانت عند نشأت، بس مش عارفه كانت بكام. يلا الحمد لله، عندكم كارفور وعندكم نشأت وعندكم الناس اللي انا بصور معاها كلها، وانتم حرين ولكم حريه الاختيار. احنا كده اهو في القسم بتاع الفوط. الفوط دي معديه ليه كده يا نعيم؟ ده ايه ده بقى؟ ملايه فرداني ولا كيس ملايه؟ اه ملايه، 180 في 240، 180 في 240 بكام بقى؟ 180. طب ملايه مسطحه فرداني ساده 2 قطعه ب 130 جنيه. تمام 130 جنيه، حلو. نفعنا علينا مفروشات كده. ده ايه؟ ده قطن ده على فكره. فعلا الساعات بيجيبوا عروض ملهاش حل في المفروشات. خداديات، خدادية بقى دي فايبر، اه فايبر جميلة قوي دي. سعرها كام بقى الخدادية دي؟ مخدة فايبر مطبوعة 50 في 70، 700 جرام بكام بقى يا دودو؟ ب70 جنيه. يعني المخدة من دي ب70 جنيه، دي فايبر وكيس ب70 جنيه. يا اختي هشيلك حتة قماشة من الدولاب واعمليها خدادية مخدة، وهشيلك كيسين فايبر واحشيها، والحمد لله رب العالمين. ونقفل الفيديو على كده واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله.